لنقل جثمان الفقيد الدكتور الأمين العام رمضان عبد الله إلى قطاع غزة. كان هناك طلب من قبل حركة الجهاد الإسلامي للإخوة الأشقاء المصريين. مصر وافقت على نقل جثمانه، ولكن اصطدمنا بإصرار من قبل عائلة الفقيد زوجته وأبنائه على دفنه في دمشق. لذلك نحن سلمنا بهذا الأمر، وسيدفن إن شاء الله في دمشق.